إلى موضوع آخر، موضوع المحترفين والسماسرة والعروض من الأندية الأوروبية. فيه مقال يقول أنه عبد النور يقترب من إنتر ميلان، الصفقة قد تحسم في الجابون. لما تعرفنا على هذا الخبر اليوم، طبعا اتصلنا بزميلنا حسين ياسين مراسل بيين في ميلان، وحسين اتصل ب سكاي ماركيتي، وماركيتي ربما اتصل بالانتر. ما لا نعلمكم رسميا سيدي انه الاخبار هذا في ميلانو ما عنده حتى مجال ميناء الصح، ما فيه ولا شيء في ميلانو اليوم، مساء اليوم الساعة الخامسة السادسة السابعة قبل هذا الاستوديو ببضع الساعات، ما فيه شيء، لا في الانتر لا عند جماعة سكاي لا عند حسين لا في الجازيتا ديلو سبورت لا في شيء. أنا أتساءل لماذا؟ احنا نتمنى أنه عبد النور يلعب في أكبر الأندية في العالم مش فقط إنتر ميلان يلعب، لكن مش وقت الآن، وقت تركيز. تونس في حاجة عبد النور في المنتخب التونسي، ولا مثل هذه التصريحات للأخ عبد القادر الجلالي اللي هو مسؤول القائم بأعمال أيمن عبد النور. ستتم الصفقة في الجابون لإنتر ميلانو، وفي ميلانو ما عندهمش حل. شو رأيكم في هلا شو رأيك بلي حاتم؟ أنت لاعب محترف، كنت في المنتخب التونسي، كنت في أياكس وبعد مانشستر سيتي، يعني عناوين مثل هذه. هو حقيقة معنا في نوعا ما من وكلاء الأعمال معنا يستغلوا هذه الطريقة نوعا ما لترويج لبعض اللاعبين. احنا نعلم جيدا قبل الانتقال، مع كل احترامنا لعبد النور لاعبنا التونسي، وهو حقيقة معنا شرف للكرة التونسية أن يكون متواجد في فالنسيا في إسبانيا، لكن قبل مروره أو ذهابه لإسبانيا نعلم ما حقيقة معنا حول برشلونة والكلام كله معنا، ونفس وكيل الأعمال هو اللي قام بالترويج لهذا. بعض وكلاء الأعمال يقوم بهذا يمكن للترويج للاعب، أن هنالك أندية كبيرة مهتمة لدفع بعض الأندية الأخرى الاهتمام بهذا اللاعب، وهذا ما يقوم به. احنا لا نقلل من قيمة هذا اللاعب، لابد تركيزه أن يكون عالي أولا في فريق فالنسيا، لأنه يعني خسر مكانه كأساسي، خسر مكانه مع المدرب الإيطالي، والآن في ذهابه وفي الآونة الأخيرة لا يلعب كأساسي، ويمكن كذلك التصريح هذا نوع من الضغط كذلك على الفريق الوطني كي يكون كأساسي كذلك. هذا نوعا ما من الدهاء والذكاء كذلك لوكيل الأعمال أن يتعامل بهذه الصورة. أنا أظن أن عبد النور في انتقاله لأي نادي تو، لأنه لا يزال صغير سن، لابد أن يكون اختياره إنجلترا، لأنه شفناه كان في فرنسا ومع موناكو وذهابه في الشامبيونز ليج إلى دور ربع النهائي مع 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 موناكو كان متميز حقيقة معنا في هذا في الشامبيونز ليج، ثم ذهب بعد هذا التألق اختار فالنسيا. أنا أظن اختياره لم يكن صافي، لأنه إمكانيات عبد النور الفنية وإمكانياته البدنية أنا أظن الدوري الإنجليزي قادر أن ينجح فيه، خاصة مع فرق تكون من وسط الترتيب أو فرق أقل من فرق الصدارة، لكن تعتبر تجربة يتعلم منها لاعب في الحتاج بتاعه. نتمنى أولا أن يعود إلى مستواه، كذلك أن يعافى من الإصابة، أن يقدم أداء جيد مع المنتخب التونسي، لأنه هذه كأس إفريقيا مهمة للغاية للجماهير التونسية اللي تنتظر في هذه الكأس الإفريقية لنخرج نوعا ما. نعم، واحنا جماهير فاتحين يعني انه تونس نحبوا نفرحوا، معنا الجمهور التونسي يحب يفرح، وخاصه ما نلقاوش اعز من المنتخب انه يشارك باش تلم التونس الكل. تعرف انه ثم شويه فرقه لابد ان تلمنا الكره ان شاء الله. طيب. ان شاء الله نعملوا نتائج باهيه.